بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف مع بعض هنركب ازاي الجزء الشريط ده على المخدة عشان نطول بيه كيس المخدة شوية. لو انا عايزة اعمله قلاب، عملته قبل كده معاكم، بركبه على الظهر كده وبقلبه وبعدين اتنيه من هنا زي ما عملنا القلاب في الملاية، وبيتعمل برضو في كيس المخدة. انا النهاردة عايزة اطول بيه كيس المخدة شوية، فانا هعمل كده، احطه كده ويبقى الظهر معايا كده اهو. انا قصة طبعا ربع متر، وخدت منهم ربع متر قسمتهم نصين وعملت بيهم الشريط ده، وخدت الجزء اللي طلع منهم عملت بيه الملاية، الحتة المقروبة في الملاية في الشريط بتاع الملاية اللي كنت عامله كورنيش لو تفتكروا. طيب انا هحط ده كده، هيبقى الظهر معايا هنا والوش على الوش هنا، وهبدأ اخيط. بسم الله. وهعمل الجزء ده كده اوفر، الجزء ده هعمله اوفر. وبعدين تعالوا بقى نشوف هنتني التانية العريضة ازاي. انا عملت لكم في الفيديو اللي فات بتاع الخدودية التانية الرفيعة، هوريكم الدواسة بتاعت التانية العريضة هنعملها ازاي. دلوقتي انا معايا الدواسة اهي بتاعت التانية العريضة، الدواسة بتاعت التانية الرفيعة دي اهي اللي احنا عملنا بيها الخدودية المرة اللي فاتت، الفيديو اللي فات دي الدواسة العريضة اهي. هركبها ونشوف احنا هنتني ازاي بيها. هفكها كده الاول، هفك الدواسة العادية دي اهي، وبعدين هركب الدواسة دي. احنا طبعا اتفقنا ان الدواسة ليها مكان بندخل فيه القماش عشان نتني. اهو كده اهو. انا طبعا هعمل الجزء ده اوفر اللي انا تنيته ده، بعد كده هتني هنا كده اهو، احط الخيط كده القماش كده واخلي القماش كده. لازم اتنيها كده زي ما قلت لكم اهو. بسرعه جدا اهي. حلوه جدا وبتتعمل بسرعه جدا وبتختصر الوقت. يعني انت لو عايزه تتني داير ملاية مثلا ولا حاجة هتتعمل معاكي في ثواني. اهي دي الدواسة العريضة، شغلها حلو جدا وسهلة وبسيطة. تعالوا نشوف بقى هنقفل بقى المخدة ازاي. اخر خطوة في كيس المخدة بعد ما ركبنا الشريط ده كده، انا بتني ثانيتين لما بكون مش هعمل اوفر، لكن في حالة ان انا كنت هعمل اوفر انا بس بخيط كده وبثبت الخياطة وبمشي خط مستقيم. وبكده هكون كيس المخدة اتعمل.